السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وبعد. فروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، بنفس في الشتاء وبنفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. أيها الإخوة الأفاضل، قوله في الحديث اشتكت النار إلى ربها، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وفيه دليل على أن الجماد يكلم الله جل وعلا ويناجيه، وهذا ظاهر في القرآن والسنة. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين. وروى الإمام أحمد مسنده من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج عنق من النار، له عينان يبصر بهما، وأذنان يسمع بهما، ولسان ينطق به، يقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبمن جعل مع الله إلها آخر، وبالمصورين. وروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: ما لي، لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله عز وجل للجنة: أنت رحمتي، أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال جل وعلا للنار: أنت عذابي، أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل منكما علي ملؤها. فأما النار فإنها لا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيها فتقول قط قط، وينزوي بعضها على بعض، ولا يظلم الله جل وعلا من خلقه أحدا. وأما الجنة فإن الله تعالى ينشئ لها خلقا آخر. قوله في الحديث قالت النار أكل بعضي بعضا، أي من شدة الحر ومن شدة البرد، فأذن الله جل وعلا لها بنفسين، بنفس في الشتاء ليخف عليها البرد، وبنفس في الصيف ليخف عليها الحر. فأشد ما نجد من حر الصيف من لفيح جهنم، وأشد ما نجد من البرد من زمهرير جهنم. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث الشريف اشتمل على فوائد كثيرة، فمن ذلك أولاً أن الجنة والنار مخلوقتان الآن. قال الله تعالى عن النار: أعدت للكافرين. وقال تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين. ولذلك جاء في صحيح مسلم النهي عن الصلاة حين يقوم قائم الظهيرة، أي قبل أذان الظهر بوقت يسير، وعلل ذلك بأن جهنم تسعر في ذلك الوقت. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وهذا دليل آخر على وجودها الآن. ثانياً من فوائد الحديث أن في جهنم ألواناً من العذاب، ففيها الحر الشديد وفيها البرد الشديد. قال تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. وقال تعالى: لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً إلا حميماً وغساقاً.
الحميم الذي بلغ الغاية في الحرارة فلا يطاق، وأما الغساق فهو البارد الذي لا يستطاع من برده ونتنه. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن دلواً من غساق يهراق في الدنيا لأنتن على أهل الدنيا. ثالثاً من فوائد الحديث شدة حر هذه النار، ولذلك أذن لها بنفس في الصيف وبنفس في الشتاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة أنها حجارة من الكبريت الأسود، وهذه الحجارة من الكبريت الأسود لها خصائص، فمن ذلك سرعة الاشتعال، ومنها كذلك كثرة الدخان، ومنها كذلك نتن الرائحة، ومنها الالتصاق بالبدن، ومنها قوة حرها إذا حميت. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ناركم هذه جزء من 70 جزء من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي نار الدنيا، قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. قال القرطبي رحمه الله: والمراد أنه لو جمع حطب الدنيا وأشعل كله لصار الجزء الواحد من نار جهنم أشد حرا من هذه، لكان الجزء الواحد من نار جهنم أشد من حر الدنيا. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالوا له إن كانت لكافية، قال: فإنها فضلت عليها 69 ضعفا. رابعاً أن في جهنم أموراً لا يصدقها إلا المؤمنون العارفون بقدرته سبحانه، ففيها الحر الشديد، وفيها البرد الشديد، وفيها الحيات، وفيها العقارب، وفيها الحشرات المؤذية. وهذا ورد في أحاديث وآثار حسنها بعض أهل العلم. وفيها أيضاً شجرة الزقوم التي جعلها الله جل وعلا فتنة للظالمين، شجرة تخرج في النار ولكنها لا تحترق بقدرة الله جل وعلا. قال سبحانه: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وقال تعالى: إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. الآيات. خامساً أن على المؤمن أن يستعيذ بالله من عذاب النار، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب النار في الصلاة وفي غيرها، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وقال: استعيذوا بالله من عذاب النار. وفي الصحيحين من حديث أنس قال: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وعلى المؤمن أن يسعى إلى فكاك نفسه من هذه النار، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، أي يترجم ما بينهما، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم أجرنا من عذاب النار،
اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم أجرنا من عذاب النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.